أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بالرئيس التركي عبد الله جول على الالتزام المشترك بين الأردن وتركيا لدعم جهود تحقيق السلام وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وأشار جلالته إلى المسؤولية التي يتحملها البلدان في استقبال اللاجئين السوريين نتيجة الأزمة المتفاقمة، كما شدد على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني استنادا إلى مبدأ حل الدولتين. عقد مجلس النواب جلسة اليوم لمناقشة تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، بعد أن صرحت الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور أنها سترد اليوم خلال اجتماعها مع النواب على المذكرة التي رفعها عدد من النواب للمطالبة بالعودة عن قرار رفع الأسعار. قرر عدد من المهندسين في بلديات مختلفة تنفيذ توقف مفتوح عن العمل في مختلف بلديات المملكة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ملوحين برفضهم لقاء وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن في محاولة لتشكيل ضغط على الوزارة لتنفيذ مطالبهم ومساواتهم بزملائهم العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية من حيث الحوافز والعلاوات. أعلن نائب الرئيس نيكولاس مادورو للتلفزيون الفنزويلي العام وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز مساء الأمس في العاصمة كاراكاس إثر إصابته بمرض السرطان. وأكد مادورو أن جنازة شافيز الرسمية ستشيع يوم الجمعة، كما أنه من المتوقع أن تتم الانتخابات خلال 30 يوما في أقصى تقدير.